الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الخالق البارئ المصور الكريم الحليم العليم الحفيظ الذي تكفل بحفظ كتابه إلى يوم القيامة، ونشهد جميعا أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الذي علم العالمين من القرآن الكريم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء السابق بدأنا هذه اللقاءات المباركة حيث عشنا مع الفرقان الكاذب ومع الكتاب الذي ألفه أنيس شورش الأمريكي الإسرائيلي طعنا في القرآن ولتحريف آيات القرآن. وفي نهاية لقائنا وعدنا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا سنلتقي عدة لقاءات لبيان أن ذلك القرآن الذي بين صدورنا وبين أيدينا هو كلام رب العالمين، ولبيان الإعجاز والتحدي من الذي أنزله من فوق سبع سماوات. وها هو اللقاء الأول في الإعجاز حول القرآن الكريم، وهو بعنوان الإعجاز الحفظي للقرآن الكريم. وأقصد بكلمة الإعجاز الحفظي للقرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق جميعا أن يستطيعوا حفظ كتاب بين أيديهم في الوجود كله كما يحفظ الله قرآنه. هذه معجزة، لأنك عندما تأتي إلى كلمة الإعجاز معناها أنك تعجز، تعجز يعني تعجز من أمامك أن يفعل مثل ما فعلت أنت. وكلمة الإعجاز القرآني هي دي معناها. فلقاء اليوم منصب حول دائرة دقيقة من دوائر كثيرة في الإعجاز في القرآن الكريم، بدأنا بها لأهميتها، الإعجاز الحفظي للقرآن الكريم. لك أن تتخيل أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد وفي الوجود كله هو الذي حفظ، لكن من الذي حفظ القرآن؟ الله، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب ليه يا ربي لم تحفظ كل الكتب التي أنزلتها إلى خلقك كما حفظت القرآن الكريم؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. الكتب السابقة خلاف القرآن الكريم
الله سبحانه وتعالى وصى أهلها أن يحفظوها. يعني قال ربنا سبحانه وتعالى لمن نزل عليهم الزبور قوم داود: احفظوا ذلك الكتاب. وقال لمن نزل عليهم التوراة اليهود: احفظوا ذلك الكتاب. وقال لمن نزلت عليهم الأناجيل: احفظوا ذلك الكتاب. وذلك في القرآن يقول ربنا: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا يعني بما وكلوا من حفظ كتبهم، يعني الله قال لهم: هذه الكتب أمانة عندكم، احفظوها احفظوها. فماذا كانت النتيجة؟ حرفوها، ضيعوها، بدلوها. لماذا يا ربنا حفظت القرآن والقرآن بعينه ودون غيره من الكتب؟ هذا السؤال يذكرني بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال الله سبحانه وتعالى له هو وحده أيضا: والله يعصمك من الناس. سألت نفسي سؤال: الرسول وحده، يعني لم يقل ربنا هذه الكلمة والله يعصمك من الناس لإبراهيم ولا لآدم ولا لنوح ولا لصالح ولا لأي نبي، قالها للنبي وحده. ثم أمامها مباشرة الكتاب الوحيد الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه بنفسه، أيضا القرآن الكريم وحده، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا صحف إبراهيم ولا صحف موسى ولا الكتب التي لم يذكر ربنا أسماءها في كتابه العزيز. لكن لاحظ الاثنين مقترنين ببعض. ليه؟ لما تنظر إلى قضية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقضية حفظ القرآن الكريم، هتجد إن حياة النبي وحفظ القرآن هما الإسلام، هما الدين الخاتم. هو إيه الدين غير قرآن، كتاب، منهج، ورسول يبلغ ذلك الكتاب وذلك المنهج. إن ضاع طرف من هذين الطرفين ضاع الدين. يعني الله ضمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل قبل أجله ولو بلحظة واحدة. أتدري لماذا؟ لأنه لو قتل الرسالة مش هتكمل، ومفيش نبي بعد النبي محمد، فكانت هتكمل إزاي الرسالة لو هو قتل؟ فمن أجل ذلك قال: والله يعصمك يا محمد من القتل. هو ضرب وجرح، لكن يبقى أمر الله هو النافذ، والله يعصمك من الناس. لأن لو في أحد مثلا تمالأ عليه الكفار كانوا هيقتلوه، طب لو قتلوه في أحد، ما بين أحد وبين موت النبي سنوات، السنوات دي ينزل فيها عشرات ومئات الآيات، وخرج من لسان النبي عشرات ومئات وألوف الأحاديث. لو كان مات في الواقعة دي ما فيش نبي بعده، مين كان هيكمل المنهج ومين يبلغ بقية الرسالة؟ فكان لابد لضمان ذلك الدين ولضمان ذلك المنهج ولكمال الإسلام وشرعه أن يتحفظ الله سبحانه وتعالى حياة نبيه دون غيره من الأنبياء، لأنه ليس هناك نبي بعده. فقال: والله يعصمك من الناس، أي أن يقتلك الناس. لو فهمنا هذه القضية بهذا المفهوم الدقيق هتفهم معي نفس القضية في قول الله تعالى في حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن هو الدين، يعني لا دين ولا إسلام إلا بالقرآن. فلو وكل الله سبحانه وتعالى القرآن للمسلمين أن يحفظوه كما وكل غيره من الكتب، كان إلا هيحصل، هيضيع لا محالة. ليه؟ لأن الإنسان بطبعه ضعيف
والإنسان بطبعه فيه أهواء، فلو ضاع القرآن أو شيء من القرآن ضاع الدين. ولأن الله في عليائه جعله الكتاب الخاتم، يعني ما فيش كتاب بعده، تكفل بحفظه، لأنه لو ضاع ما فيش فرصة أخيرة لهداية البشرية إلا عن طريق ذلك الكتاب. لذا تكفل الله بنفسه بحفظ ذلك الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المسألة يعتبر أهم مسألة يجب أن ننتبه إليها. طيب تعال معي إلى محور لقاء اليوم وأساس لقاء اليوم، تعال لنرى كيف حفظ الله القرآن الكريم. لتتعجب وتعلم معي يقينا أن الله حين قال إنا نون العظمة والكبرياء، إنا نحن نزلنا نون العظمة أيضا نزلنا الذكر وإنا نون العظمة أيضا له لحافظون بلام التأكيد، كل الحروف اللي موجودة في الآية دي يا إخواني تدل دلالة قاطعة جدا إلى أن القرآن محتاج إلى قوة عظيمة جدا تحفظه إلى يوم القيامة، وهذه القوة لا تتوفر إلا في واحد، الله. وإذا تكفل هو بحفظه انتهى الأمر. تعال معي قصة حفظ القرآن الكريم بدايتها ونهايتها، يعني إيه البداية وإيه النهاية، أذكر حديث للبداية وأذكر حديث للنهاية عشان تعرف إزاي حفظ القرآن الكريم. حديث البداية لحفظ القرآن الكريم، ارجع معي إلى ما قبل نشأة الأرض ونشأة السماوات، ارجع معي لذلك الحديث الذي جاء في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. القلم لما كتب، كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. كتب كل شيء إلى يوم القيامة، ومن كل شيء كتب القرآن الكريم بإملاء الله له. دي بداية القرآن اهي، خلي بالك من المسألة ماشية ازاي. يعني بداية القرآن الكريم من اللوح المحفوظ. من أجل ذلك لما تأتي معي لتنظر إلى أول مراحل حفظ القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى ما حفظوش ولا جعلوا في مكان أي مكان، ده اختار له مكان مكنون. ربنا يقول: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، دي أول درجات الحفظ، ده مهمة جدا علشان يثبت لك أن بداية حفظ ذلك الكتاب فين؟ في كتاب لا يمسوه ولا يقترب منه أحد. النهاية إيه؟ النهاية حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ده الكلام ده فين؟ في الجنة. اربط معي بين الحديثين، بين بداية القرآن بدايته ايه؟ بداية الحفظ ايه؟ ونهايته ايه؟ لاحظ معي القرآن لما نزل من لوح المحفوظ بكل كلمة وكل حرف وكل تشكيلة وكل ترتيب على الصورة التي بين أيدينا الآن، هي نفس الصورة التي في الآخرة وفي الجنة يقرأها المؤمن الذي كان يقرأ القرآن في الدنيا ويرتقي مع كل آية يقرأها في الجنة، هي نفس الصورة ما تغيرش منه حرف ولا تشكيل. لاحظ البداية ولاحظ النهاية. طب إيه اللي بين البداية وبين النهاية؟ قال لك أول مرحلة، مرحلة هو لما كان في اللوح المحفوظ، أول منزل ملح المحفوظ كده ينزل على الأرض مباشرة ولا فيه ملك هينزل بيه؟ قال لك فيه ملك هينزل بيه. مين هو؟ مين هو؟ جبريل عليه السلام. فشوف ربك هيصف جبريل بإيه؟ نزل به، أي بالقرآن نزل به الروح
ده ما قالش الروح وسكت، ده قال الروح الايه الامين، عشان يلفت نظرك ان كان جبريل عليه السلام حافظا للقرآن وآياته وتشكيله في المرحلة اللي خدوا من عند اللوح المحفوظ حتى نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لغير حرف ولا زود تشكيل. يبقى هو نزل من اللوح المحفوظ محفوظا عن طريق مين؟ جبريل. ربنا سمى ايه؟ الروح الأمين. طيب نزل على مين؟ على مين؟ على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ها؟ الصادق الأمين الذي كان عندما ينزل عليه جبريل ويقرئه القرآن، يقرأ عليه القرآن يقول له يا محمد اقرأ معي هذه الآية، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، يقرأ. يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حريص جدا إن القرآن لا تشكيل ولا حرف ولا كلمة تسقط. يوم يعمل إيه جبريل؟ يقول له والضحى والليل إذا سجى. يوم سيدنا محمد والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، والضحى ثلاث أربع مرات. ليه؟ علشان يثبت وما يطرش. فعلم الله سبحانه وتعالى هذه اللقطة منه فقال له يا محمد لا تقلق، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ليه يا رب؟ أنا خايف يا رب يطير ولا حاجة تطير ولا بتاع. قال لك لا، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا، مسألة الحفظ دي مش بتاعتك، بتاعتنا احنا. احنا هندخله قلبك زي ما نزل لك من اللوح المحفوظ. يبقى اللوح المحفوظ أول درجات الحفظ. ثاني درجات الحفظ الرسول الملك اللي نزل بيه روح أمين. طيب نزل على من؟ على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي كان يرهق نفسه في القراءة متتاليا وراء جبريل عليه السلام حتى لا يضع حرف ولا كلمة إلا ويأخذها. فربنا تكفل وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وإيه وقرآن. طيب مات النبي واكتمل القرآن، لكنك أنت تسمع معايا هذه الدقة في تناول الحديث عن القرآن. إن أهل العلم قالوا قبل موته بتسع أيام نزلت آخر آية من القرآن الكريم. الله، شفت الدقة؟ ده وصلت الدقة في القرآن. كما سنعلم بعد ذلك يا إخواني إن إلى أن القرآن العلماء ذكروا الآية دي نزلت في الصيف ولا في الشتاء، بالليل ولا بالنهار، في السفر ولا في الحضر، في البيت ولا في الصحراء، في الشدة ولا في الرخاء، في الحرب ولا في السلم، نزلت على بعضها ولا نزلت في نص الأول ونص بعد كده. دي قضية خطيرة جدا. ده دي دقة الأحكام في القرآن الكريم، ليدل ذلك على أن الله حفظ كلامه حفظا دقيقا. قبل موته صلى الله عليه وسلم تسعة أيام نزلت آخر آية من القرآن الكريم وهي آيات الربا، وفي آخر الآيات نزلت آخر لقطة قرآنية هي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم وساب القرآن الكريم في الصدور وعلى الرقاع، اكتبوا على حتة الجلد وعلى العظم ومش عارف على ورق النخل إلى ما غير ذلك، في الصدور وفي الرقاع. ولذلك القرآن الكريم لم يحفظ في الرقاع وفي الكتابة فقط، ولكن حفظ في الصدور قبلها، واعتمد الصحابة على ذلك الحفظ لأن ده أساس الحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم كان بيكتب الوحي. ومن إعجاز القرآن الكريم إنك تجد حتى الآن مصحف زي مصحف عثمان بن عفان وصحيفة زي صحيفة ابن عباس رضي الله عنه ببعض التفسيرات له موجودة حتى الآن في بعض المكتبات العالمية. مصحف عثمان مصحف الأم اللي هو بينه وبين نزول القرآن من جبريل من اللوح المحفوظ أيام قلائل. ده يدل على إيه؟ ده يدل على فعلا صدق الله عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. أنا عايز واحد يقول لي أي كتاب من السماء نزل والنسخة الأصلية أو نسخة حواري من حواري عيسى أو أصحاب موسى النسخة الأصلية لهؤلاء الناس موجودة فين؟ ده تحدي يا إخواني، تحدي مش مني ولا منك، ده تحدي من الملك اللي نزل القرآن وتكفل بحفظ القرآن الكريم. ولذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن اكتمل لكن ما جمع. لاحظ وهنا حكمة بليغة،
القرآن كمن في الصدور وكتب متفرقا في الرقاع، لكن ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المستشرقين قالوا طب ليه القرآن ما جمعش في عهد النبي؟ كان يجمعوا كله في مصحف واحد كده. قالوا مش كان ينفع يجمع في عهد النبي؟ ليه؟ مش كانت هتيجي على ذهنه وعلى فكره صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة؟ لا، المسألة مش كده. أمال إيه المسألة؟ المسألة يا إخواني بالعلم تتفهم إزاي؟ في آية تنزل اليوم، آية بعد شهر تنزل تنسخها. تنسخها يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل شيل هذه الآية وضع هذه الآية مكانها. آخر آية نزلت قبل موته بتسعة أيام، طب الجمع هيكون إمتى وإزاي؟ كانت صعبة مع مسألة إن القرآن الكريم ينزل الآية دي ضعها هنا والآية دي ضعها هنا والآية دي ضعها هنا، تكونت الصورة، الصورة دي ضعها خلف هذه الصورة أو قبل هذه الصورة أو بعد هذه الصورة، دقة. لكن جمع الله سبحانه وتعالى القرآن في الصدور بالترتيب اللي هو عليه الآن، وتركه صلى الله عليه وسلم لبعد موته حتى تكون الصورة كاملة للقرآن والترتيب كامل للقرآن. في تقدير الله سبحانه وتعالى إن في عهد أبو بكر الصديق 70 من حفاظ القرآن الكريم ماتوا قتلوا دفعة واحدة، 70 من حفاظ القرآن الكريم، ده مصيبة، مصيبة وما بعدها مصيبة. 70 من كبار الصحابة من حفاظ القرآن الكريم يموتون غدرا في دفعة واحدة. عمر بن الخطاب راح لأبو بكر الصديق قال له يا أمير المؤمنين إذا تركنا القرآن سيضيع. قال له كيف؟ قال له حفاظ القرآن 70 منهم ماتوا دفعة واحدة، ربما مات الباقين أيضا دفعة على دفعتين يبقى القرآن هيضيع. قال له ماذا ترى؟ قال له أنا أرى أن نحفظ القرآن من صدورهم في كتاب أو نجمع القرآن كده عشان يبقى بين إيدينا، عشان حتى لو الصدور قتلت وماتت يبقى معنا إيه؟ معنا القرآن كله مجموع في مكانه. فقال أبو بكر لا 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 أنا لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما زال عمر يكرر عليه المسألة لأهمية القضية، حتى أبو بكر بيقول حتى هداني الله لما هدى إليه عمر، فبدأ في جمع بقى جمع القرآن الكريم من الصدور ومن الرقاع ومن عسف النخل لغاية ما انضم كله في مصحف واحد. لما مات أبو بكر الصديق ومات عمر بن الخطاب، خلي بالك ده كله درجة من درجات حفظ الله لكتابه. يجي عثمان بن عفان لما جمع القرآن الكريم اتعمل منه عدة نسخ. كثير من الناس ما يعرفش ان القرآن نزل على 7 أحرف. يعني 7 أحرف قراءات، يعني القراءات اللي احنا عارفينها، وده لتيسير على الناس لهجات في الجزيرة العربية وفي اللغة العربية اللي نزل بها القرآن مختلفة، فنزل القرآن بلهجات القوم 7 لهجات وقراءات حتى ييسر على الموجودين أن يحفظوا وأن يقرأوا القرآن. لكن لما عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد أن زي ما نرى الآن أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد باختلاف القراءات، جمعهم على اللهجة اللي نزل بيها القرآن بلهجة قريش، المكان اللي نزل فيه القرآن معظم القرآن الكريم. طيب هو عثمان بن عفان جمع الناس على قراءة واحدة ليه؟ ما كان يسيب على 7 قراءات؟ قال لك لأن كان واحد يجي للتاني ويقول له أنا بأقرأ قراءتي أحسن من قراءتك. ده من الصحابة والتابعين في عهد عثمان بن عفان، أيوة. والتالت يقول لا ده أنت لا قراءتك ولا ده أنا قراءتي أنا أحسن، مع إن القراءة كلها صحيح. راحت رسالة لعثمان بن عفان وقيل له الناس هيقتتلوا، وده بيقول دي قراءتي أحسن وده بيقول قراءتي أحسن، عايزين نشوف حل. فقال عثمان استشار الصحابة والعلماء وقال ماذا نفعل؟ قالوا الأمر أمرك، يعني شوف أنت هتعمل إيه. فقال أرى أن نجمعهم على قراءة ومصحف واحد، اللي هو المصحف الإيه؟ العثماني اللي احنا بنقرأ منه الآن، مصحف عثماني اللي هو المصحف اللي سموه المصحف الإمام. لاحظ معي جمعهم حتى لا يكون هناك تشتيت بين المسلمين، ودي درجة 5 أو 6 من درجات حفظ الله سبحانه وتعالى لكلامه. لاحظ معي المصحف الإمام هذا
نسخ منه عدة نسخ خطية بالحرف وبالتشكيل وكل شيء، ووزع على أقطار المسلمين وغير المسلمين. فلو ضاعت نسخة مش هتضيع التانية، لو حرقت نسخة مش هتحرق التانية. لاحظ معي أن الله سبحانه وتعالى ما حفظ القرآن في السطور، لا يعني تخيلوا يا أخواني كل المصحف اللي موجودة في المكتبة عندنا في المسجد، تخيلوا لو حرقت الآن أو ضاعت الآن، أو لص محترف يجي خطفها من المسجد في ليلة من الليالي، وعايزين نصلي الفجر أو نصلي المغرب أو نصلي العشاء، الإمام اللي هيصلي بينا تبقى مشكلة بالنسبة له؟ مش مشكلة. ليه؟ معجزة القرآن إنه مش في السطور. لاحظ معجزة القرآن أن حفظ القرآن ليس في السطور. إذا أراد غير المسلم أن يقرأ من كتابه لابد أن يأتي بالإيه؟ لابد أن يأتي بالكتاب، ولابد أن يأتي بالصفحة، ولابد أن يأتي بالمقولة، ولابد أن يأتي بالإسناد. لا، أنا وأنا الآن بسمع الآية أقولك على ده دي في سورة هود، بسمع الثانية أقولك ده في سورة الأنعام، بسمع الثالثة أقولك ده في البقرة. الله، طب اقرأ إن الله اصطفى آدم، سورة آل عمران، اقرأ. ده إعجاز، الإعجاز في النقطة دي خطير جدا، وهذا درجة من درجات الحفظ ليست متوفرة في أي كتاب في الوجود كله. طب تعالى لقضية إعجاز في الحفظ أخطر من ذلك. قضية الإعجاز في الحفظ إنك بتجد والدي الفلاح الريفي البسيط جدا اللي ممكن ما بيعرفش لا يقرأ ولا يكتب حافظ القرآن الكريم كله عن ظهر قلب، في حين إن رئيس قسم جامعة من الجامعات الذي درس بقاله 35 أو 40 سنة في العلم مش حافظ القرآن الكريم زي أبويا اللي بيزرع في الأرض. هو ده مش إعجاز، ده إعجاز في حد ذاته، إن حفظ القرآن لم يتوقف على عقلية متعلمة أو عقلية مثقفة أو ناس بعينهم. لا، تعالى للقطة تانية أعظم من ذلك في إعجاز حفظ القرآن الكريم. تلاقي الولد عندنا عنده 10 سنوات وتم نص القرآن حفظ. ده الأغرب، ده خلي بالك الأغرب، الولد عنده 6 سنين وحافظ 10 أجزاء وتديله أي كتاب يقرأ منه ما يعرفش يجمع كلمة على بعضيه. طب إزاي حفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم في سنك ده وانت ما بتعرفش تقرأ جملة من كتاب العربي أو كتاب النحو؟ ده السر يا إخواني في قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. تعالى لإعجاز أخطر من ذلك، هات أعلم واحد في الأرض وأكثر واحد شهادات وثقافة عشان سنه ومكانته المغزاك، خليه إمام يصلي بالناس. صلى إمام بالناس؟ صلى إمام وهو يقرأ في أي مكان من القرآن أخطأ. يأتي طاهر، ابننا طاهر أو عبد الله أو أي حد من الأولاد الصغار الموجودين يرد عليه يصحح له الخطأ. ده معناه يا أخواني، معناه إن دي معجزة من معجزات الحفظ في القرآن الكريم. القضية مش متوقفة على واحد هو اللي حافظه بس، ولا كتاب نقرأ منه بس، ولا ثقافة هي اللي تقرب من حفظ الكتاب وبس. لا، ده معجزة حفظ القرآن الكريم إن الكل رجال ونساء ممكن يحفظ القرآن، متعلم وغير متعلم يحفظ القرآن. لا، ده في إعجاز أكتر من كده لحفظ القرآن الكريم، إنك لو معاك دكتوراه وعايز تقرأ القرآن من غير شيخ ما تعرفش، دي معجزة. يعني أنا قابلت أحد الشخصيات كان مسؤول كبير جدا في بنك، وبعدين أراد أن يستشهد ببعض الآيات القرآنية من أول سورة مريم. تعرفين كاف هاية عين صوت أراها إزاي؟ أراها على بعضها كلمة، مش أراها حروف، مع ثقافته العالية، مع مكانته المرموقة. إنما القضية مش بتتحسب كده، القضية بتتحسب مع القرآن الكريم أنه مأخوذ من الصدور قبل الإيه؟ قبل السطور. وده إعجاز في الحفظ أيضا. لو أحرقوا كل المصاحف الموجودة على وجه الأرض لا يضيرنا شيء، إحنا مش هممنا حاجة ولا يضر القرآن في شيء. ليه؟ قرآننا فين؟ كما قال العلماء أناجيلهم في صدورهم، نقصد قرآننا يعني، أناجيلهم في إيه؟ في صدورهم. ولذلك هي دي يا جماعة اللقطة اللي جعلت بعضهم يدخل الإسلام من بابه الواسع. فجاء في التفسير القرطبي
في تفسير سورة الحجر في قول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن الله حافظون، إن المأمون خليفة مسلم كان له مجلس للعلماء الكبار أصحاب الرأي والنظر. ذات يوم نظر فيهم فوجد رجل جميل الوجه جميل السمت عذب الكلام صافي الفكر يعني عالم، فلما تكلم علم أنه يهودي، المأمون علم أن ذلك الرجل يهودي. فبعد أن انتهى المجلس ناداه قال له أإسرائيلي أنت؟ يعني أنت يهودي؟ قال له نعم. قال له طيب أنا رأيت فيك أنك فكرك واسع ولفظك جميل وسمتك طيب، ألا أعرض عليك عرضا؟ قال له تفضل. قال له ألا أعرض عليك تدخل الإسلام وأجعلك وزير من وزرائي وأديك اللي نفسك فيه كله من المال؟ قال له أيها الخليفة ديني ودين آبائي لا أستطيع، واعتذر فأذن له الخليفة فمشي. بعد سنة وجدوا في نفس المجلس، المأمون وجد ذلك الرجل في نفس المجلس لكن بسمت آخر، ولما بدأ يتكلم بدأ أنه بدأ يتكلم بلغة القرآن والسنة، فناداه بعد انتهاء المجلس ناداه قال له ألست صاحبنا الذي كلمناك من سنة؟ قال له نعم. قال له ألست إسرائيلي يعني يهودي؟ قال له نعم. قال له أدخلت الإسلام؟ قال له نعم. قال له طب ما انا عرضت عليك هديك اللي نفسك فيه كله بتدخل الإسلام، ما دخلتش الإسلام ساعتها ليه؟ قال له يا أمير المؤمنين أردت أن أختبر المسألة بنفسي. قال له إزاي؟ قال له أنا رجل خطي جميل، جئت بنسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل ونسخة من القرآن. قال له بعدين؟ قال له كتبت من كل نسخة ثلاث نسخ، جئت على التوراة كتبت ثلاث نسخ وحرفت وبدلت وزودت وأنقصت، وجيت على الإنجيل وفعلت نفس ما فعلت، غيرت وحرفت وبدلت، وجيت على القرآن وعملت نفس الموضوع حرفت وبدلت، خدت التوراة ثلاث نسخ اللي فيها تحريف وعرضتهم على أصحاب التوراة ليشتروها فاشتروها رغم أنهم ما قرأوا ما فيها تحريف وتبديل فاشتروها. ذهبت إلى الأحبار أصحاب الإنجيل ووضعت بين أيديهم الأناجيل الثلاثة المحرفة فقلبوها ورأوا ما فيها واشتروها، فأخذت الثلاث نسخ من القرآن الكريم اللي أنا كتبتها بإيدي وزودت ونقصت فيها إلى الوراقين سوق الكتب الإسلامية ليشتروا هذه، فألقوها في وجهي ولم يشتروها لما رأوا التحريف فيها. فعندها فقط يا أمير المؤمنين علمت أن ذلك الكتاب هو الحق الذي نزل من السماء، فدخلت في الإسلام لحفظ الله لذلك الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، هذا هو الإعجاز الحفظي، الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من أول ما نزل من اللوح المحفوظ إلى متى؟ إلى أن ينادي المنادي في الجنة أو يوم القيامة يا قارئ القرآن يا عامل بالقرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية عند آخر آية تقرأها. كف الله سبحانه وتعالى بحفظه على مراحل التاريخ كله. اللي يقرأ التاريخ يا أخواني هيجد شيء دقيق. إيه هو؟ هيجد أن الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والصحابة وأمهات المؤمنين يطعن فيهم في كل عصر وفي كل وقت، يعني الهجمات والضربات على الإسلام من كل جانب ولكل رمز من رموزه. يعني مثلا لو عرفوا إن عندنا الرمز بتاعنا الرسول يطعنوا في الرسول. الشاهد في كلام اليوم إن الضربة موجهة للإسلام مش من الآن، ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في اللقاء السابق. يعني أرادوا ضرب الرموز وضربوها فعلا، أرادوا تميع الحقائق وميعوها فعلا، أرادوا تضييع الأخلاق وضيعوها فعلا، أرادوا هدم الكيان القيمي في صدورنا
استطاع. والسنة النبوية أكبر شاهد على ذلك. يعني لما تيجي لمجموعة زي المجموعة الضعيفة للشيخ نصر الدين الألباني تجد فيها آلاف الأحاديث الضعيفة والموضوعة دي، نتيجة إيه؟ نتيجة إن هم أرادوا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يدخلوا أحاديث ضعيفة وموضوعة فيها، لكن الله سبحانه وتعالى قيض للسنة من يحفظها. أرادوا ضرب البيوت ونجحوا، أرادوا مسخ المرأة في البيت ومسخ الرجل وشخصية الرجل في البيت ونجحوا، أرادوا تشتيت الأولاد ومراهقين ونجحوا. الواقع خير دليل على ذلك. يعني حبوا يضربوا امراتي ضربوه، أولادي ضربوه، بيتي ضربوه، قيمي ضربوه، اقتصادنا ضربوه، كل حاجة فعلا دخلوا فيها وضربوها، نجحوا في كل ضربة ضربوها إلا في ضربة واحدة اللي أرادوا أن يوجهوها للقرآن. هات لي دليل أو وقعة واحدة تقول أنهم في الطعنات الكثيرة جدا التي وجهوها للقرآن الكريم طعن منهم واحدة أصابت أو نجحت. مش هتلاقي. ليه؟ لأن إحنا لابد أن لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ ذلك الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظ. ولذلك يا إخواني الحادثة اللي حدثت وأنا تكلمت عنها في اللقاء اللي فات، هذا الكلام لا يحرك فيكم ساكن، مش هيحصل أي تغيير ولا أي تحريف ولا أي تبديل للقرآن الكريم. أي نعم هناك وجهة نظر تربوية عالية جدا إن الجيل اللي طالع إحنا خايفين عليه، إنما برضو أنا بقول لك لو خدنا بالأسباب ما نخافش على الجيل اللي طالع. ليه؟ لأن القرآن بالذات الوحيد، الشيء الوحيد اللي مش ممكن أحد يستطيع أن يقترب منه، لا زيادة ولا نقصان، لا تحريف ولا تبديل. لكن أنا عايز أسأل سؤال وأختم به لقاء اليوم، هو مين بيحفظ مين؟ أنا اللي بحفظ القرآن ولا القرآن اللي بيحفظني؟ لا، الناس فاكرة إن إحنا اللي بنحفظ القرآن. لا، مش إحنا اللي بنحفظ القرآن. أنت لما بتجيب ابنك في الدورة الصيفية في المسجد هنا اللي هتبدأ إن شاء الله خلال أسبوع، لما تجيب ابنك هنا عشان يحفظ خلال الدورة الصيفية جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو كما فتح الله عليه ولا، هو أنت فاكر إنك كده بتخلي ابنك هو اللي يحفظ القرآن؟ لا، ده العكس اللي بيحصل، ده القرآن هو اللي بيحفظ ابنك. فمن أراد أن يحفظ نفسه فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يحفظ بيته فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يحفظ زوجه فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يحفظ ماله فعليه بالقرآن، بل ومن أراد أن يحفظ منظومة حياته كلها فعليه بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن هو الذي يحفظك. لما لسانك بيقرأ القرآن، القرآن بيحفظ إيه؟ لسانك. لما أذنك بتسمع القرآن، القرآن بيحفظ أذنك. لما عقلك بيتدبر بعض آيات القرآن، القرآن بيحفظ عقلك أن يضل. لما قلبك بيعيش مع بعض آيات القرآن، القرآن بيحفظ قلبك أن يزيغ أو أن يضل. القضية خطيرة جدا لابد أن نلتفت إليها. يبقى مين محتاج لمين؟ ليه؟ لأن القرآن مش محتاج لحد. ليه؟ لأن القرآن الحفيظ الملك القادر القاهر تكفل بحفظه، مش محتاج لك ولا محتاج لي، بل إحنا اللي محتاجين نقرب من القرآن. ليه؟ عشان القرآن يحفظنا، عشان القرآن ينجينا، عشان القرآن يهدينا. هذا هو الإعجاز الحفظي لكلام الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فماذا عن اللقاء القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى؟ سيكون بعنوان إعجاز الهداية في القرآن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا كما حفظ القرآن، وأن يهدنا بالقرآن، وأن يبارك لنا حياتنا بالقرآن، وأن يشرح صدورنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن،
وأن يشفع فينا القرآن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووفق أبناءنا، ووفق أبناءنا، ونجح طلابنا، ونجح طلابنا، واهد نساءنا، وعمر بيوتنا، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه عنا يا ربنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، واغفر لكل المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وسائر الأموات. ارفع راية الإسلام في كل مكان، ارفع راية القرآن في كل مكان. أيدنا بجند من عندك، وبمدد من عندك، وبسند من عندك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.